أعزائي أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، إزيكم؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده ميعادنا مع شرح وحل الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. الشرح والحل هيكونوا من كتاب جيم. طبعا قبل ما نبدأ، لو أنت حابب تنزل أي ماتيريال خاص أي منهج من مناهج اللغة الإنجليزية وتبعت لي أسئلتك واستفساراتك على مدار اليوم، هسيب لك رابط جروب التليجرام ورابط صفحتي على الفيسبوك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وكمان ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك عشان تساعدني أوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن من الطلاب يستفيدوا بيه. ولو ما اشتركتش هيشرفني ويسعدني انك تشترك وتتابع معايا باقي المنهج. ودلوقتي نبدا على بركه الله الدرس بتاعنا. عنوان الدرس: I am studying hard for my exams. I am studying hard for my exams. انا ادرس بجد من اجل امتحاناتي، وانا بذاكر بجد علشان الامتحانات بتاعتي. هنبدا اول حاجه بالمين فوكابيلاري زي ما تعودنا من كتاب جيم، او المفردات الرئيسيه. أول حاجة معانا كلمة hard. hard hard بجد. exams exams امتحانات. indoor indoor بالمنزل. بعد كده الـ extra vocabulary المفردات الإضافية: important important هام، slow slow بطيء، documentary 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 فيلم وثائقي، revision revision. لاحظ ان حرف الاس هنا بيتنطق ج ج، revision مراجعة، reader reader قارئ، free time free time وقت فراغ، already already بالفعل، history history تاريخ، music concert music concert حفلة موسيقية. بعد كده معانا تصريف الأفعال، الأفعال المنتظمة: study studied study studied، relax relaxed relax relaxed. طبعا E silent والD بتنطق T، relaxed. cycle cycle cycled، organize organize organized. بعد كده irregular verbs أو الأفعال غير المنتظمة زي spend spend يقضي، spent spent، tell tell يخبر، told told. بعد كده يا أحبائي معانا ال expressions and phrases، التعبيرات والعبارات. أول حاجة what's your news، ما أخبارك؟ at the moment في هذه اللحظة، get outside يذهب للخارج، on the weekends في عطل نهاية الأسبوع، look forward to يتطلع إلى، look forward to، take ages take ages يستغرق وقتا طويلا، how are things how are things كيف هي الأمور، don't worry don't worry لا تقلق، do exercise do exercise يتمرن او يؤدي تمارين، a few times a week a few times a week بضع مرات في الاسبوع، what's the weather like what's the weather like ما حال الطقس، get me يعني يحضر لي. نص القراءة بتاعنا النهاردة عبارة عن ايميل بعته علي لصديقه اياد وبيحكي له فيه عن اخباره في المذاكرة واستعداده للامتحانات، هنقراه ونفهمه مع بعض واحدة واحدة. from علي، وطبعا هنا كاتب الموقع، to اياد الى اياد، وكاتب هنا الموقع اللي عامل عليه الايميل، وهنا subject الموضوع what's your news ما اخبارك. hi اياد how are things كيف الاحوال. I'm studying hard for my exams at the moment but don't worry I am not spending all my time indoors. بيقول انا بذاكر بجد في هذه اللحظة من اجل امتحاناتي، لكن بيقول له هنا ما تقلقش انا مش بقضي كل وقتي داخل البيت، انا مش حابس نفسي جوه المنزل ومقضيها في المذاكره بس. I know it's important to get outside and do some exercise. بيقول له انا عارف طبعا انه من المهم ان انا اخرج واعمل بعض التمارين. So I'm going running every morning. عشان كده انا بذهب للجري او بطلع اجري كل صباح in the park في الحديقة. I am also cycling on the weekends with my dad. وبركب العجلة مع
أبي في عطلات أو في أجازات نهاية الأسبوع. I'm trying to see my friends a few times a week. وبحاول إن أنا أشوف أصدقائي لو حتى مرات قليلة في الأسبوع. It's good to relax. من الجيد إنك أنت تسترخي. And have fun sometimes. وإنك أحيانا تحظى ببعض المرح. We try not to talk about how our revision is going. وطبعا بيقول ان هو اصدقائه بيحاولوا لما يخرجوا يتقابلوا ويتقابلوا بره ما يحاولوا ما بيتكلموش في المذاكره، بيحاولوا ينسوا شويه موضوع المذاكره ويرفعوا عن نفسهم. My friend Asir صديقي Asir is organizing a party at his house for the end of the exams. بيقول له صديقه Asir بينظم حفله في منزله في نهاية الامتحانات أو بعد ما الامتحان تخلص. So we are all looking forward to that. وعشان كده إحنا كلنا بنتمنى أو بنتطلع إلى ذلك، إلى هذه الحفلة يعني. What's the weather like in Alexandria? ما حال الطقس في الإسكندرية؟ It's really hot here already. بيقول هي بالفعل هنا حر بشدة أو شديدة الحرارة. In your last email, في آخر إيميل لي, you asked me, أنت سألتني أو طلبت مني, what I am reading at the moment. سألتني عن اللي أنا بقراه في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها. بيقول له I am finishing, أنا بخلص أو بأنهي كتاب اسمه Everything Ancient Egypt. كل شيء مصر أو كل شيء في مصر القديمة. But it's taking ages because I am a slow reader. بيقولوا لكن هو بياخد وقت مني لأن أنا بطبيعتي قارئ بطيء. I am enjoying it. وأنا بستمتع به. طبعا يقصد الكتاب. I love history books. أنا أعشق أو أحب الكتب التاريخية. And the documentary is good. والفيلم الوثائقي جيد برضه. My mom said she will get me the DVD. مامته وعدته ان هي هتحضر لي الدي في دي او اسطوانه وثائقيه عن تاريخ مصر. What about you? ماذا عنك؟ What are you reading? ماذا تقرا؟ Write soon. اكتب لي في اقرب وقت. And tell me your news. وعرفني باخبارك. وكتب اسمه من تحت ختم بالايميل علي. ومعنا هنا زمن المضارع المستمر. The present continuous tense. طبعا أخذناه قبل كده كتير. هو بس بيفكرنا بيه. أول حاجة الاستخدام بتاعه. We use the present continuous to talk about actions and progress around or near the moment of speaking. Like this week at the moment today. أول استخدام من استخدامات المضارع المستمر إن إحنا بنعبر بيه عن أفعال جارية. يعني أفعال بتحصل في نفس اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها. أو أفعال مؤقتة يعني يدوبك بيحصل الأسبوع ده مثلا أو النهاردة بس أو خلال الشهر ده وخلاص. زي مثلا إن أنا بذاكر مثلا الفترة دي عشان الامتحانات، فبذاكر الأسبوع ده أو الفترة دي بس عشان همتحن وبعد كده خلاص الفعل بتاع المذاكرة هينتهي. ده أول استخدام للمضارع المستمر، وبيبقى طبعا مع تعبيرات زي this week هذا الأسبوع أو at the moment في هذه اللحظة أو today اليوم. ومثال هنا they are organizing a party this week. هم بينظموا حفلة الأسبوع ده. يعني الفعل مؤقت بيحصل الأسبوع ده بس. تاني استخدام معانا we use the present continuous نستخدم المضارع المستمر to talk about actions that are happening at the moment of speaking. طبعا الاستخدام المعروف لي وهو التحدث عن فعل بيحصل في نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها. هنا مثلا we are helping نحن نساعد to make the birthday cake. احنا بنساعد في عمل تورتة او كعكة عيد الميلاد. ويقصد ان هم بيعملوا الفعل ده دلوقتي في اللحظة في نفس اللحظة اللي هم بيكلمونا فيها. التالت استخدام معنا وهو we use the present continuous to describe things that are happening in a picture. بنستخدم المضارع المستمر لوصف أشياء تحدث في الصورة عشان أوصف أحداث معينة أو صورة معينة بستخدم المضارع المستمر زي they are
playing with the balloons. They are playing with the balloons. هم يلعبون بالبالونات. تكوين المضارع المستمر. جملة المضارع المستمر بتتكون من ثلاث أشياء رئيسية. فاعل, وده لازم يكون رقم واحد. رقم اثنين فعل مساعد. ورقم ثلاثة الفعل الأساسي. الفعل هو I, أنا, أو he, أو she, أو it, أو اسم مفرد زي أحمد زي علي مثلا, أو we, أو you, أو they, أو اسم جمع. الفعل المساعد بيكون يا إما am, يا إما is, يا إما are. طبعا I بيمشي مع am, he و she و it والمفرد is, we و you و they are. والفعل مضاف له ing زي مثلا playing يلعب, زي studying, أي إن كان الفعل. يبقى لازم جملة المضارع المستمر تتكون من ثلاث أركان أو ثلاث أعمدة أساسية. فاعل, فعل مساعد am, was, are, والفعل الأساسي بيكون مضاف له ing. هنا المثال she's studying, she, وهنا طبعا أبصره في s هي اختصار is. رقم واحد she الفعل, رقم اتنين is الفعل المساعد, ورقم ثلاثة studying ده الفعل الأساسي. she's studying يعني هي بتدرس أو بتذاكر for her exams now, يعني بتذاكر عشان امتحاناتها دلوقتي. they're playing football with the balloons. نعم يلعبون كرة القدم بالبالونات. they الفعل, are الفعل المساعد وده الاختصار بتاعه, وplaying الفعل الأساسي. الجملة المنفية طبعا هنا هنضيف not بعد am, was, are. طبعا am not ما ينفعش نختصرها, لكن is not ممكن نختصرها ال isn't, و are not ممكن نختصرها ال aren't. وهنا طبعا am not أو is not أو are not هيطلع ليهم معنى وهو لا أو ليس. طبعا في الجملة المثبتة أو جملة المضارع المستمر العادية ما كانش am و is و are ليهم ترجمة أو معنى. لما يضاف ليهم not هيطلع ليهم معنى وهو لا أو ليس. المثال اللي معنا they aren't enjoying their vacation. هم لا يستمتعون بإجازتهم. المثال الثاني I am not playing in the basketball match today. أنا لا ألعب في مباراة كرة السلة اليوم. بعد كده yes و no question أو سؤال هل. طبعا هنا بنبدأ ب is أو are. احنا عارفين طبعا ان am و is و are أفعال مساعدة. ينفع نبدأ بيهم السؤال ويدوني معنى هل لو بدأت بيه. is طبعا مع he و she و it والمفرد, و are مع we و you و they والجمع. وطبعا الفعل المضاف له ing ثابت زي ما هو ما بيتغيرش في مكان. والإجابة طبعا تبقى ب yes أو no الفعل. ولو السؤال بدأ ب is هننزل is, لو السؤال بدأ ب are هننزل are. لو الإجابة no هنزل الفعل ومعه isn't أو aren't. ناخد المثال ده ونشوف is he working in France, is he working in France. is هنا معناها هل. بدأنا ب is وجبنا وراها he, بقيت هل هو يعمل. is he working in France, yes he is. بعد كده السؤال بكلمة الاستفهام أو بأداة الاستفهام هنبدأ بالأداة اللي هي question word زي what و how و where والأدوات اللي انتم عارفين. وبعد كده هنعمل نفس الحركة اللي بنعملها في سؤال هل, ان احنا هنبدل am و is و are مع الفعل. يبقى بنكتب الفعل وراء am و is و are, لا هنعكس هنقول am او is او are والفعل, والفعل مضاف له ing. زي مثلا هنا what are you doing, what are you doing, ماذا تفعل. I am reading a book, انا اقرأ كتاب. الكلمات الدالة على المضارع المستمر this ومع كلمة بتدل على الوقت زي مثلا كلمة this week أو this year أو this month. at the moment في هذه اللحظة, today اليوم, today now الآن. معنا هنا check point على الجرامر اللي احنا خدناه هنحلها مع بعض. نورا to Alexandria this week طبعا is traveling. كريم listening to music at the moment طبعا is. The boys are طبعا are playing with the balloons in the park. ده البراكتس بتاع الدرس. التمارين العامة عليه. أول حاجة سؤال الاستماع هنقرأ نص الاستماع مع بعض ونحل. I am Ali. I am in grade 6. I am studying hard for my exams at the moment. يعني أنا علي, أنا في السنة 6, أنا بذاكر بجد من أجل امتحاناتي في هذه اللحظة.
I'm not spending all my free time studying. مش بقضي كل وقتي في المذاكرة. I am going running every morning in the park. بطلع أجري كل صباح في الحديقة. I am cycling on the weekends. وكمان بركب الدراجة في عطلات نهاية الأسبوع with my brother مع أخي. I am trying to see my friends a few times a week too. وكمان بحاول أشوف أصدقائي ولو حتى مرات قليلة في الأسبوع. يبقى أول حاجة علي is studying. يعني علي يذاكر hard for his exams. He is going, طبعاً going every morning in the park, طبعاً running. يعني بيذهب للجري. He is cycling on the weekends with his brother. بعد كده السؤال choose. What are Noha and Dahlia doing now? The girls are cycling in the park at the moment. بعد كده you studying at the moment. طبعا are you studying at the moment. هل أنت تقرأ هل أنت تذاكر أو تدرس الإنجليزية الآن أو في هذه اللحظة. I the book now. I am finishing the book now. بعد كده سؤال read and match. اقرأ ووصل. Rana is wearing. يعني Rana ترتدي. Rana is wearing a red t-shirt. I am studying hard for my exams at the moment. Malak is reading a book called Everything in Ancient Egypt. Number 3. Salma and Maha are trying to make a cake. Number 4. دي طبعا زيادة. بعد كده سؤال الريأوردر سؤال الترتيب. أمينة is not talking to anyone. يعني أمينة لا تتحدث إلى أحد. I am not spending. أنا لا أقضي all my time. لا أقضي كل وقتي indoors بالداخل. Number 3. What are you doing this week, Malak? يا ماذا تفعلين هذا الأسبوع يا ملك. Number 4. I am cycling. يا بركب دراجة. With my dad, Abby. This weekend. أجازة نهاية هذا الأسبوع. آخر سؤال بانكتشويت ضع علامات التقييم. I am لو تلاحظوا ناقصها apostrophe. I am reading at the moment. وطبعا هنا هنضع الفولو ستوب أو نقطة في نهاية الجملة. بعد كده السؤال الإيميل مجاب عنه في نهاية الكتاب. طبعا لو أنت حابب تكتب وتصور وتبعت على جروب التليجرام وانا صححه لك طبعا شيء يسعدني جدا جدا. بكده نكون خلصنا الدرس الثاني من الوحده الرابعه. يا رب يكون الشرح عجبكم وقدرت افيدكم. ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد قريب باذن الله. جود باي.